نوفمبر من سنة 1887 قامت أحد أكثر الثورات إثارة للجدل في المغرب. نقدروا نقارنوها بالثورة ديال بوحمار اللي كانت في بداية ديال القرن العشرين، وهي ثورة الحاج قراقوش. على اسم هاد السمية ما نقدروش نعرفوا بالضبط واش هي سميتو ولا لا. تيقولوا عليه الحاج قراقوش المراكشي، تيقولوا عليه خالد الناصري في الاستقصاء. وقالوا في سنة 1990 طار رجل يقال له الحاج قراقوش بجبال غمارة وبلاد الهبط، وتسمى بأمير المؤمنين. وكان في ابتداء أمره هائكا في الخياط، فتلبس بالزهد والصلاح واعتقدته العامة، ثم استحال أمره إلى ما ذكرنا فأخذ وقتل وحمل رأسه إلى مراكش. إذا آخر المطاف فالثورة ديالو تم القضاء عليها من طرف أحمد منصور في المعقل ديالو نواحي ديال شفشاون، وتم إنهاء هذه الثورة العنيفة جدا تجاه السعديين.